أما هلأ رشا وصلنا لمحطتنا اللي كل الصبايا والسيدات بينطروها، أكيد عالم الإكسسوار هو عالم متجدد وما في صبية مهما كانت عندها يمكن خليني أقول حلي أصلية ذهب أو غير هيك تروح بتحب الإكسسوارات. مو بإيدنا، مو بإيدنا بنحب خصوصا وقت اللي بتجيبي وبتجمعي وما بتلبسي، صح يعني هاي القصة كتير مشتركة بين الصبايا يعني. مزبوط رشا، لهيك اليوم رح نتفرج كمان على الإكسسوارات الجديدة مع ضيفتنا سمية مارديني اللي هي مصممة، وكل مرة بيكون عندها خط جديد غير خطها الثابت اللي بتضيف عليه واللي تميزت فيه. يسعد صباحك سمية. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، كيفكم؟ قديه الصبايا بحبوكي؟ هاتي لنشوف. لا مو بيحبوني، بيحبوا اغراضي. اسعارك خلينا اسعاري. بحبوا اسعارك. تمام. اهلا وسهلا سمية، اليوم نحن عم نودع ال 2021 بس، ولكن هذا الشتاء مشترك يعني بين ال 22 وال 21. خلينا بداية نحكي عن الاكس الاكسسوارات اللي كانت بشتاء 21، كيف حضرتوها؟ هلا بالشتاء درجة موضة الاكسسوار فينا نقول الناعم، زهرة الأقحوانة، يعني هدول تبع شغلات يومية، يعني كل يوم البنت رح تلبسهم، مع الإضافة للشغلات يلي بتعرفي بقى الشتاء قبعة عالية وكنزة يعني مضبوبة، الإكسسوار يلي ملي الرقبة يعني كان كتير موضة بهي السنة، مع موضة الجنزير، موضة هذا كتير تمام. موضة كان هذا السنة كتير كنا عم موضة. نحكي هلا تحت الهواء مع موضة الطبقات، يعني هي الموضة يلي كانت دارجة ولساتها دارجة، بالإضافة للخرز، يعني موضة الخرز كتير كانت دارجة بهي ما السنة، ما عم تبطل موضة الخرز، بلشت من الصيفية وكملت تماما بالشتوية. وكملت بالشتوية، مع أنه هو بالعادة بتبلش بالصيفية بتوقف شوي، بس لا هي السنة كملت يعني ما وقفت. بس هلأ نحن أكثر جايبين شيء خرج المناسبات، خطبة عرس. تمام، خطبة عرس، ميل يعني حفلة، رايح حفلة، يعني فستان سهرة ناعم، يعني هالقصص هي. قيدته بالشتاء الماضي بالألوان أو لا؟ هلأ شفنا مثل ما فرجتنا سلمى هذا الجنزير، بس كأنه لونه هيك أنه رايح شوي. السنة كانت الألوان الذهبي ما هي الألوان القوية، يعني درجة الألوان يلي بتشبه الروز أكثر من الذهبي. هلأ هاي القطعة أنا كثير بحبها. هلأ طيب انا اذا حبت هيك سلمى اليوم تلبسه، يعني انه لازم يكون في تناسق بالالوان بين الاكسسوار وال هلا لازم يكون تناسق الالوان مع البلوزه اللي هي لابستها. هلا مع سلمى بتلبق كثير لانه هو ما بترجع خديها ما بترجع. هلا هو النظر يلي فيه في الوان بجوز من لانه على اللبس تماما، يعني, يعني شايفه هلا وقت حطيتها على لبقت لك ما تقولي انه لبقت لي. هلا الموديل الثاني من النمر اللي هي القطعه الموف، كمان قطعه كثير حلوه، انا هي القطعه كثير يعني كثير بحبها، فيك تحطيها بالايام العاديه، فيك تحطيها بسهره، فيك تحطيها مميزه يعني. تمام مميزه. ليش النمر؟ يعني عم نشوف كذا قطعه مستخدمه نفس ال انا بحب النمر. مسألة شخصية يعني. مسألة شخصية بيني وبينه. هلا القطعة كتير حلوة بس هو عن جد لك لا يعني حلوة، خلينا هيك نفرش نشوفها ومميزة يعني هي بالعموم. هي إلك بقى. لا لا هي ما بتبقى انا ما بحب الذهبي. هاي حلوة كمان. كمان القطعة كتير حلوة، يعني شايفة هلا في قطع بتحسيها انه يعني كثير. انا بحس هي الاحجار الاحجار ما بتبطل وفيكي تعمليها كيف ما بدك حسب شو موضة السنة. تمام. يعني هي كولي صغير وحجر، هو كله حجر، بتحسيه كيف ما لبسته رح يطلع حلو، حتى بتحسي انه نحن قادرين اليوم ندخل اسم او حرف. تماما أو تمام. ايه. في هلا صار في موضة يحفروا على حتى على الحجر يعني او يكتبوا كتابة، يعني في هيك شيء يعني موضة هلا دارجة. موضة الحجر هي شو حلاوة هي القطع، انك انت رح تشتريها وتبقى عندك لانه مستحيل تبطل موضتها. يعني انت ما اشتريتي قطعة خلص السنة اللي بعد منها راحت موضتها حطيتها بالدرج، خلص هي بتنلبس على طول يعني. صحيح. يعني هي حلاوة هي القطع. هلا في عنا الشرقي، الشرقي كمان مثل الازرق يلي عندك تمام، والفرفشي يلي بعد منه، هلا هدول كمان قطع ابدا ما بتبطل موضتها. حلوة. على طول كمان هي القطع موجوده، يعني امتى ما لبستها البنت. انا بحب اللون الازرق والفيروز بالذات، وهي القطعه كثير حلوه. هلا هذا مقطوع من عندك ما من عندنا، اي مشكله هلا بتصلح. هلا هاي هي القطعه هيك الوان بتعطي طاقه. صحيح. بتعطيكي هيك بتحسي حالك كثير مرتاحه نفسيا الصبح. بس كمان هذا الموديل بده يكون في يعني تيب خاص، بده رقبه، يعني بده الكنزه تكون تماما، يعني مثلا قبعه عاليه. ليش عم لك انه بالشتاء سهل تلبسي هي القطع، يعني مثلا لابسه قبعه عاليه وكنزه ساده كثير بتنحط معاها بكل سهوله.
فوق القبة. تمام. يعني هيك قطعة بتنلبس بالشتاء. هلا بالصيف أصعب شوي، بدك كثير تلبسيها فستان مثلا مفتوح أو شيء هيك. إنه سلمى بتحبي أكل، بتحسي أحلى إنه قطعة السنسال تكون على الرقبة مفتوحة أو فوق الكنزة؟ هلا أنا بحب وزات على الكنزات القبة، السلاسل الطويلة. طويلة. طويلة بحسها بتعطي أحلى. تمام. من السلاسل القصيرة على القبة العالية، أما القبة هي المفتوحة فشو ما لبستي عليها سلسال ما بيأثر، بس القبة العالية ما بحب. تمام. السلسال اللي بيطلع. هاي الفكرة. لا هو مو بده يطلع، هو نحن بدنا ننزله على القبة. أو بحبه تمام. هيك يكون طويل. أيوة تمام. بيعطي. أما يطلع فوق القبة فهذا يعني أنا ما بحبها هاي الفكره تماما، انه نحن ما دائما الموضه بتلبق لنا، يعني انا بجوز ما تلبق لي، ولكن بنشوف انه الكل راح بهذا الاتجاه. صحيح. لبسوا نفس القصه، عملوا نفس القصص، فبجوز ما تكون لابقت لي يعني. طبعا يعني هلا كل بنت لها الشيء اللي بيلبق لها، يعني مو شرط انا البس مثل غيري. يعني هلا في بنات بتلبق لها القطعه الناعمه، ما بتلبق لها ابدا انه تلبس قطعه بهالضخامه هي مثل هيك شيء. يعني شوفي هلا هي القطع يعني كثير ناعمه، اغلب البنات بتحبها يعني كثير حلوه. تمام. يعني كل البنات بتحب هي القطع الناعمه، الموديلات الناعمه، حتى لو بدها تروح سهره كقطعه كثير حلوه. طيب هلا هذا السناسل من شو؟ يعني زيركون بيقولوا لك صار برازيلي وكثير صار غالي القصه يعني. تمام. اليوم شو عم تستخدمي سمية؟ هلا نحن عندنا الاكسسوار العادي يلي بتبلش اسعاره من 1000 ليره. تمام. او عندي الاكسسوار الثقيل يلي هو البرازيلي والزيركون، مثل هاي القطع. هلا هي قطعه ثقيله مثل قطع هدول الالماس، يعني هذا اذا عملتيه على خفيف مع راحت جماليته. انت هاي بدك تشتريها قطعه مره واحده، ما حتشتريها متكرره. القطع الخفيفه مثلا الشغلات الصغيره لا، تشتري البنت القطعه الخفيفه تلبسها فتره وخلص يعني. تمام. اليوم وقت اللي عم ننزل سلمى نشتري الاسعار غاليه، فانت قولي لنا يعني عن جد المواد الاوليه اللي عم تستخدموها عم تكون غاليه؟ يعني غاليه، وكثير احيانا عم نتعذب لنلاقي مواد اوليه، يعني هي قصه يعني للاسف عم نعاني منها. مزبوط. بس بقى هلا انا بقول لك يعني في ناس عم تحط كثير ارقام، يعني كثير. يعني هلا انا براعي شوي وضع السوق، يعني هلا بتجي لعندي زبونه بتقلي بدي قطعه خفيفه، خلص هي الخفيفه، بدي قطعه غاليه في عندي الغاليه. يعني الزبون بالنهايه هو يلي بيعرف حاله انه هو شو بده، شو قدرته، شو قدرته. تمام. بالنهايه يعني انت كمان عم تشتغلي على هذا الاساس. تماما. يعني احنا دائما بنقول كل صبيه هي عم تشتغل مشروع بالنهايه، مشروع لها. اذا ما قدرت تبيع لكل الناس فهي اصلا مشروع ما رح يعطي النتيجه اللي بدها اياها. وهي هيك يعني هلا فيني انا احط كل طاولتي مثلا اسعارها غاليه، بس انا شو يعني مو كل العالم فيها تشتري هيك. صح. ايه. فانا دائما عندي بالطاولاتي بالبازارات او حتى باماكن ثانيه، يعني عندي قطعه الالف يلي امتى ما اجت اي صبيه اخذها مصروفها من اهلها حتقدر تشتري ولو قطعه، يعني قطعه هيك تنبسط فيها، سواره هيك قصص. هلا مثل هي القصص، هي قصص خفيفه يعني شايفه. هلا هيك يعني عندي دائما بالبازار هي القطعه. صحيح. الخفيفه يلي اي بنوته هيك يعني جايه بتقدر تشتريها. نعم. يعني بدنا نشكرك كثير سمية على وجودك معنا. رشا كنا هيك مبسوطين ما بدنا نخلص الفقرة، بدنا نتفرج عنها. ظلمونا اليوم شوي، إنا وقفات تانية أكيد نحكي فيه عن أمور أكثر بتهم الصبايا بالإكسسوار، وهو عالم يعني بالنهاية. أكيد يعني. وأنا كثير منبسط وقت بكون معاكم، وصباحكم غير. أكيد صباحكم أكيد بوجودك.